السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية. إليكم أبرز عناوين. الذكرى 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، محطة تاريخية وضاءة في مسيرة استكمال الوحدة الترابية ومناسبة للوقوف على الإنجازات والأوراش التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. مع اقتراب عيد الأضحى ترقيم الأغنام وتتبع مسارها إجراءات من بين أخرى تهدف إلى ضمان عرض جيد حماية للمستهلك. وروبورتاج من إقليم قلعة سراغنة. القصور والقصبات إرث ثقافي وتاريخي يتطلب الكثير من جهود التأهيل والصيانة للمحافظة عليه. والروبورتاج من قصر أيت حدو بورزازات. ليلة النجوم احتفاء بالمتألقين خلال الموسم الكروي المنصرم وترسيخ لثقافة الاعتراف بنجاحات المتميزين. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، محطة تاريخية وضاءة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. كما تشكل هذه الذكرى مناسبة لتأكيد وتجديد إجماع الشعب المغربي على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول قضية وحدتنا الترابية. تقرير عبد الله شقر والمهدي مورين. لحظات تاريخية يتذكرها الشعب المغربي بأمجاد الفخر والاعتزاز. في الرابع عشر من شهر غشت عام 79 900 ألف، وبالعاصمة الرباط، وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب يجددون ويؤكدون بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. واجتمعت كلمتنا التي لا تجتمع على ضلاء على أن نجدد لأمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين سيدنا مولانا الحسن الثاني حفظه الله بالسبع المثاني البيعة التي بايع بها آباؤنا وأجدادنا آباءه وأجداده الكرام. نعم الله أرواحهم في دار السلام، فبايعناه على ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة الرضوان، وأقررنا بحكمه والتزمنا طاعته ونصحه في كل وقت وآن. فها نحن أنصاره وأعوانه وعساكره وجنوده نوالي من والى ونعادي من عادى، أخذنا بذلك على أنفسنا العهود والمواثيق راضين مختارين. محطة تاريخية في مسيرة استكمال الوحدة الترابية، من خلالها عبرت ساكنة إقليم وادي الذهب عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وتمسكهم بمغربيتهم وتشبتهم بالانتماء الوطني وبالوحدة الترابية المقدسة من طنجة إلى الجويرة. رعايانا الأوفياء سكان إقليم وادي الذهب شعبي العزيز، إننا منكم اليوم قد تلقينا البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. منذ اليوم بيعتنا في عنقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الدود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما على إسعادكم. هذه السنة يخلد الشعب المغربي الذكرى 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، ويستحضر المحطات التاريخية المشرقة في هذه الربوع، وهي مناسبة لتأكيد وتجديد إجماع الشعب المغربي على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول قضية وحدتنا الترابية.
ومنذ استرجاعه لحظيرة الوطن حظي إقليم وادي الذهب بأهمية خاصة من خلال مشاريع تنموية وأخرى بنيوية ساهمت بشكل كبير في الرقي به وإدماجه في مسيرة التنمية الشاملة. أوراش تعززت بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة لعبد الله الشقر والمهدي مورين. مسيرة البناء والنماء والارتقاء تجعل من إقليم وادي الدهب كباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية قطبا اقتصاديا مهما، فالأوراش المفتوحة بالإقليم منذ استرجاعه تؤكد بالملموس المجهودات المبذولة والمتواصلة لتنمية شاملة ومستدامة. تعلمون كيف كانت الداخلة سنة 1979 وكيف أصبحت اليوم مركز اقتصادي كبير داخل، الحمد لله بدلت فيها مجهودات كبيرة في جميع المجالات والميادين، وأصبحت مدينة عصرية تنافس المدن الكبرى في العالم. قطاع الصيد البحري بأنشطته المتعددة يساهم في خلق دينامية اقتصادية بإقليم وادي الدهب، أنشطة تجعل من الرواج المينائي يحقق أرقاما قياسية. رواج الصيد السطحي السمك السطحي تبلغ حجم المفروغات فيه خلال سنة 2017 429 ألف طن، ورواج الصيد الساحلي يبلغ حجم الكميات المفرغة خلال سنة 2017 159 ألف طن. هناك كذلك رواج صيد أعالي البحار، عرف هذا النشاط حجما بلغ 22 ألف طن سنة 2014. وهناك رواج ميناء تجاري، عرف هذا الرواج مبادلة تجارية بلغ حجمها 400 ألف طن. النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وباستثمارات مهمة أولى عناية فائقة لإقليم وادي الدهب، وذلك عبر عدة مشاريع وبرامج تنموية تشمل قطاعات استراتيجية عديدة. النموذج التنموي الجديد اللي عرفته الأقاليم الجنوبية خصوصا جهة الداخل وادي الدهب، واللي تم تخصيص غلاف مالي كبير جدا لهذا النموذج التنموي اللي ما يناهز 18 مليار درهم. هذا شيء مبشر ومهم جدا، وسيجعل من الجهة يعني قطب تنافسي وجهة يعني تخلق مناصب الشغل وتخلق الثروة. مسيرة التنمية الشاملة بإقليم وادي الدهب تهدف إلى تشجيع القطاعات الإنتاجية وخلق الاستثمارات وإحداث فرص الشغل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإقليم كوجهة سياحية معروفة بالعالم. بأسونسيون أجرى رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي مباحثات مع رئيس مجلس النواب الباراغواياني، والذي أكد التزام بلاده الواضح بدعم الوحدة الترابية للمملكة، وكذا مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة من أجل طي صفحة النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. كما أجرى مباحثات مع وزير العلاقات الخارجية الباراغواياني همت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. في موضوع آخر، وخلال فصل الصيف تعرف شواطئ الأقاليم الجنوبية إقبالا كبيرا من لدن الساكنة والزوار. بكثبانها الرملية ومياهه الأطلسية يعد الشاطئ الأبيض بقلميم إحدى الوجهات المتميزة والتي توفر لمرتاديها شروط الراحة والاستجمام. الحافظ محضار وجمال خصاصي. الشاطئ الأبيض بقلميم بطبيعته الساحرة أصبح يجذب أعدادا متزايدة من المصطافين الوافدين إليه من مختلف الأقاليم الجنوبية. وقع الاختيار على هذا الشاطئ الذي يعتبر من أجمل المواقع السياحية بجنوب المملكة، وذلك لأنه يوفر شروط الراحة والاستمتاع. أنا من مدينة العيون، جيت مخيم الشاطئ الأبيض وعجبني الجو تبارك الله وكل شيء موجود. أجواء كيف كما كتشوفوا زوينة تبارك الله، وكل شيء منظم والبحر نقي. جينا مخيمين هنا الشاطئ الأبيض تبارك الله، الجو زين وكل شيء متوفر هون الحمد لله، وفي عصر من الخير تبارك الله هنا عامر وكل شيء موجود الحمد لله.
الارتفاع المسجل في درجات الحرارة بإقليم قلميم والمناطق المجاورة الأخرى حذى بالساكنة إلى البحث عن فضاء معتدل وجدوا ضلتهم في الشاطئ الأبيض. جاي من فرنسا كليمان كنجو المغرب كنجو البادية كل نهار كنجو الشاطئ الأبيض زوين تبارك الله في الخيام فيه كل شيء. آلاف ديال المصطافين اللي كتحج بشكل يوميا إلى الشاطئ، الأمن متوفر ليلا نهارا وهذا اللي لقى واحد استحسان من طرف المصطافين. شاطئ بخصوصيات استثنائية وطبيعة خلابة ساهمت في ارتفاع أعداد مرتديه. ومع ارتفاع درجات الحرارة بالمناطق الداخلية تشكل المناطق الجبلية ملاذا مثاليا للباحثين عن أجواء منعشة. منتجع أزود بمناظره الخلابة وشلالاته المتعددة يستقطب عشاق الطبيعة من كل حدب وصوب. سمية بالعياشي وحسن مسكورة. منابع أزود وعددها 27 عينا لا تكل ولا تمل من ضخ كميات هائلة من المياه العذبة ومن إرسالها عبر مسافة 6 كيلومترات لتتكسر فوق حافة جبل حاد، فيتحقق ذلك التدفق البديع للمياه. إنها شلالات أزود رائعة بصراحة. أنا معجب جدا بالمغرب وبالتنوع الطبيعي والمناخ اللي موجود في المغرب. هي دي مش أول منطقة أزورها، أنا زرت مناطق كتير. الحمد لله الدنيا زوينة وكاين الناس في الويكاند، الدنيا زوينة وداكشي مناسب وطبيعة ومع الشلال الدنيا هنا باردة شوية، داكشي زوين الحمد لله. أكثر من 100 متر ارتفاع الشلالات، علو تتدرج عبره مباهج هذه البقعة الطبيعية الخلابة. إمكانيات للتأمل هيئت لها بنية تحتية ملائمة من مقاهي ووسائل متنوعة للترفيه. أحببنا المكان، إنه جميل ورائع، الطبيعة لها ألوان زاهية، كل شيء هنا يثير الإعجاب. هنايا منطقة سياحية كنشوفوا الشلالات، حنا ولفنا نمشيو للمناطق ديال البحار وهذا، وقلنا هذا العام نبدلوا الجو ونجيو للبلاصة ديال الطبيعة ونشوفوا ونتأملوا فيما خلق الله سبحانه وتعالى، والحمد لله كل شيء زوين وعجبنا الحال بزاف. أما القردة فمقابل تواصلها السخي مع الزوار فهي لا تطلب سوى طعاما يختلف مذاقه عما اعتادته بغابات البلوط وبساتين اللوز والرمان والتفاح المحيطة بالشلالات. نتوقف لحظة عند جديد المال والأعمال وأخبار البورصات الوطنية والعالمية مع سهام بوخليفي. سهام أهلا بك. أهلا بك قيس وبالمشاهدين الكرام. إذا سهام، البداية بالمجال السياحي، حيث أضحى المغرب وجهة مفضلة للسياح الصينيين بشكل متزايد. بالفعل قيس، بلغ عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب خلال 5 أشهر الأولى من سنة 2018 أزيد من 100,000 سائح، وذلك بفضل المؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة. وفي هذا الإطار من المنتظر أن يصل عدد السياح الصينيين في أفق 2020 إلى 500,000 سائح. تقرير في الموضوع مع أحمد بن خديجة. منذ يونيو 16 و2000 مثل إلغاء التأشيرة لفائدة الصينيين فارقا كبيرا، حيث أسهم في جذب أعداد هامة من السياح الصينيين إلى المملكة ليحتلوا المرتبة الأولى من حيث نمو عدد السياح الأجانب. فبلغة الأرقام، فخلال 5 الأشهر الأولى من 18 و2000 بلغ عدد السياح الصينيين أزيد من 100,000 سائح. ويعزى هذا الارتفاع السريع إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به بلادنا، إضافة إلى العلاقات الثنائية الجيدة بين الرباط وبكين، دون إغفال المؤهلات السياحية الثقافية والحضارية للمملكة المغربية. هذا وكانت مدينة الدار البيضاء قد احتضنت شهر فبراير الماضي فعاليات منتدى السياحة الصين المغرب لتعزيز وجهة المملكة المغربية لدى السياح الصينيين، بغية استقبال حوالي 500,000 سائح صيني في أفق 2020. أعلن الاتحاد الإفريقي للاتصالات وهو مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي متخصصة في مجال الاتصالات اليوم عن عودة المغرب رسميا إلى كنف هذه المؤسسة. وجاء هذا الإعلان خلال أشغال الاجتماع الإقليمي التحضيري 4 للمجموعة الإفريقية لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في العاصمة الكينية.
ومع اقتراب عيد الأضحى تتواصل عملية ترقيم الأغنام على الصعيد الوطني من أجل حماية المستهلك، كيف ذلك سيها؟ كما ذكرت قيس، تعرف أسواق إقليم قلعة سرغنة قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك عرضا هاما لسلالة السردي، حيث يعد الإقليم من أهم الأقاليم المنتجة لهذه السلالة على المستوى الوطني. نتابع نموذجا لإحدى الضيعات الفلاحية المتواجدة بمنطقة ولد زراد بإقليم قلعة سرغنة في روبورتاج ياسر العمراني وعمر جليدي. سلالة السردي تحتل مكانة هامة في قطاع تربية الأغنام، وتنتشر هذه السلالة بالمناطق الرعوية الشاسعة كتلك المتواجدة بإقليم قلعة سراغنة. منطقة ديال تولد زراد عندنا الحولي مزيان، الحولي سردي، الحولي عدو كما مكحلة ورجل بيضاء والقشور ديالو مزيان. يتراوح وزن الخروف السردي بين 70 و 120 كيلوغرام، وهو يستحوذ على 45% من رقم المعاملات التجارية للقطاع، أي ما يناهز 5 ملايير درهم. منتجو هذه السلالة يؤكدون على جودة القطيع. كما كتشوفوا انتم دابا الحولي كله مرقم، وهذه المسألة اللي دارت الدولة على حساب الترقيم مسألة مهمة باش تحد من ذاك الغش ديال الناس اللي كي وباش تحمي المستهلك. المراقبة الصحية مستمرة، يعني كاين هناك علاجات ضد الأمراض الطفيلية، علاجات ضد الأمراض المعدية، إضافة إلى برامج يعني غذائية ملائية لجميع مراحل النمو ديال الخرفان، والنتيجة اللي وصلنا لها أنه وصلنا القطيع يعني في حالة جيدة. وتشير أرقام المديرية الجهوية للفلاحة بجهة مراكش أسفي إلى أن سلالة السردي عرفت تزايدا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 500,000 رأس إلى ما يقارب 2,500,000 من رؤوس أغنام السردي. بجهة سوت ماسة وبالتحديد بأيت باها تتواجد مجموعة من التعاونيات الفلاحية تساهم في تتمين وتسويق المنتجات المجالية خاصة الأرغان. روبورتاج عماد أمسمير وسمير بركة. أحدثت المنتجات المجالية المحلية خاصة منتوج الأرغان تحولا نوعيا لساكنة منطقة أيت باها. نساء قرويات يستغرقن مدة طويلة لشق البذور لاستخراج الزيت، صناعة مزدهرة بالمنطقة أحدثت فرصا مهمة للعمل. من نهار بدأت تعاوني وحنا فيها، من نهار الأول اللي تعاوني الحمد لله، عاونتنا في السيارة ديالنا، عاونتنا في الضوء ولما كل شيء الحمد لله استفدنا فيها الحمد لله. تعاونية بخير وعلى الحمد لله. منذ اشتغلت في هذه التعاونية مع باقي نساء المنطقة تغيرت حياتنا، حيث أصبح بمقدورنا توفير بعض المال لمساعدة أزواجنا وأولادنا. أعطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعة نوعية للجمعيات التنموية المحلية ونفسا جديدا لروح الابتكار لتثمين المنتجات المحلية، دعم في شكل آلات لاستخراج زيت الأرغان ومشقاته. كاينة 80 مرأة هذه اللي كاينة في التعاونية خدامة، كاينين جوج عيالات وولد خدامين فين تنطحنوا فين تنديروا الامبالاج وداك الشيء. وحنا هذا الخير ديال سيدي ربي حنا زايدين فيه، والله يعاون اللي عاوننا وعاون المراه القرويه على قداش تيكون الجفاف وتيكون حوايجهم صعاب. جميع التعاونيات هنا كيطمحوا باش انهم يسوقوا المنتوج ديالهم خارج البلاد، ولكن العائق تيكون انهم ما تيتوفروش على واحد الشهاده ديال لونسا ديال السلامه الصحيه. هي علاش خدامين دابا ودرنا واحد المقر يعني فيه معايير ديال السلامه الصحيه ان شاء الله باش نشدوا هذا التيستاسيون ونسوق المنتوج ديالنا للخارج ان شاء الله. يبقى ضعف التسويق المحلي الوطني والدولي من اهم المشاكل التي تعاني منها التعاونيات بهذه المنطقه، رغم المجهودات المبذوله للتقليل من هذا المشكل من خلال مشاركه التعاونيات في المعارض والمواسم والمهرجانات التي تقام جهويا ووطنيا. وفيما يلي مشاهدينا أبرز مؤشرات الأسواق المالية وأسعار صرف العملات.
هكذا مشاهدينا ننهي أخبار الاقتصاد. الموعد يتجدد غدا، أما تتمة الرئيسية فمع قيس محسن. شكرا لك سيا. أفادت السلطات السعودية اليوم بأن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام بلغ 1,486,958 حاجا منذ بدء القدوم، أي بانخفاض قدر ب 0.7% قياسا بالفترة ذاتها من موسم الحج الماضي. وإلى حدود يوم أمس بلغ عدد الحجاج المغاربة المتواجدين بمكة المكرمة 18,660 حاجا وحاجة، رقم سيرتفع خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يصل يوم الخميس آخر فوج من الحجاج القادمين من المغرب. مراسلة عبد الغني جبار، سامير بركة ويوسف الشرقي. تعرف جل المقرات إقامة الحجاج المغاربة هنا بمكة المكرمة ارتفاعا ملحوظا في وتيرة وصول أفواج الحجاج، وذلك عشية التوجه للإقامة والإشاعة بالمشاعر المقدسة وفق الإجراءات التالية. العمل في مكة المكرمة الحجاج يكون مفوجين على مكاتب، يعني هذه السنة كاين 8 المكاتب، كل مكتب مخصص له 2600 حاج. هذا المكتب يكون عليه مطوف اللي هو رئيس المجموعة، ومعه 10 أعضاء اللي هم أيضا مطوفين. هذا بالنسبة للجانب السعودي. بالنسبة للبعثة المغربية هناك رئيس مكتب، وهناك نائب، وهناك مسؤول عن الجوازات، وهناك المؤطرين اللي هم مرافقين للحجاج. أجواء ممتازة جدا، ونطلبوا من الله ييسر لنا الأمور ديال الحج ويدوز بسهولة ويعاوننا الله. وحتى حدود يوم أمس الاثنين بلغ عدد الحجاج الوافدين على مكة المكرمة 18,669 حاجا وحاجة. من جهتها وفرت السلطات السعودية كل الإمكانيات لإنجاح موسم الحج لهذه السنة، كما أنهت إعداد الفضاءات المخصصة للمشاعر المقدسة بكل من عرفة، مزدلفة، ومنى. فضاء منى وكما تشاهدون أصبح جاهزا، وسيستقبل يوم الأحد القادم أزيد من 2,500,000 حاج وحاجة من مختلف بلدان العالم، من بينهم أزيد من 32,000 حاج وحاجة من المغرب. من منى للقناة الأولى، عبد الغني جبار، سمير بركة ويوسف الشرقي. بالأراضي الفلسطينية أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي وثلاثة بالرصاص المعدني بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت آمر شمال الخليل، واعتقلت خلالها 4 مواطنين، كما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. ما لا يقل عن 35 قتيلا حصيلة انهيار جسر معلق بمدينة جنوة شمال إيطاليا. الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا انهار فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان، ما أدى إلى توقف حركة القطارات في مختلف أنحاء المدينة. عبد الوهاب الكراتي. الصور للحظات انهيار جسر موراندي في مدينة جنوة الساحلية شمال غرب إيطاليا. وحدث انهيار الجسر أثناء القيام بعمليات صيانة وأثناء هطول أمطار غزيرة، ويعود تاريخ افتتاحه لعام 67-900 و1000، وخضع لأعمال إعادة وصيانة عام 2016. وزير النقل الإيطالي وصف الحادث بأنه مأساة فادحة، أما وزير الداخلية فقدم الشكر لأجهزة الطوارئ على استجابتها السريعة. أشكر رجال الإطفاء والإسعاف والمتطوعين الذين تدخلوا منذ اللحظة الأولى وما زالوا يعملون لإنقاذ الأرواح، لكن للأسف لقي 35 شخصا مصرعهم فضلا عن عدد كبير من الإصابات الخطيرة. ومع وجود عشرات المصابين فإن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، كما أن هذا الحادث يعد أكثر انهيارات الجسور دموية منذ سنوات في إيطاليا. وقد عبرت عدد من الدول عن تعاطفها العميق وتعازيها لعائلات الضحايا واستعدادها للوقوف إلى جانب إيطاليا في هذا الحادث المؤلم.
تتعامل الشرطة البريطانية مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه عمل إرهابي. الحادث وقع صباح اليوم مخلفا العديد من المصابين، فيما تم اعتقال السائق الذي تتواصل معه التحقيقات لمعرفة أسباب إقدامه على هذا الفعل. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية ردا على الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على تركيا، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة ستقدم مزيدا من الحوافز لمن يفكر في الاستثمار في تركيا. أفاد مسؤولون أفغان اليوم أن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على قاعدة عسكرية شمال البلاد في هجوم أدى إلى مقتل 14 جنديا وسط مخاوف من وقوع آخرين في الأسر. يأتي ذلك بعد أيام من شنهم هجوما عنيفا على مدينة غزنة على بعد ساعتين من العاصمة كابول. في ملف الهجرة السرية، وافقت أخيرا مالطا على رسو سفينة الإنقاذ أكواريوس في موانئها بعد اتفاق عدد من دول الاتحاد الأوروبي على توزيع المهاجرين الذين يوجدون على ظهر السفينة. عبد الوهاب الكراتي. أعطت مالطا الضوء الأخضر لرسو سفينة أكواريوس التي تقل 141 مهاجرا سريا تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية، وذلك بعد الاتفاق على توزيعهم بين 5 دول أوروبية هي فرنسا، البرتغال، إسبانيا، لوكسمبورغ وألمانيا. وكانت سفينة أكواريوس قد أنقذت الجمعة الماضية في عمليتين منفصلتين 141 شخصا، نصفهم من الأطفال ومعظمهم من الصومال وإريتريا، كانوا على متن زورقين خشبيين بلا ماء ولا طعام. وقد أعلنت إسبانيا على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز استعدادها لاستقبال 60 مهاجرا، كما أعلنت البرتغال استعدادها لاستقبال 30 مهاجرا من أصل 244 على متن سفينة أكواريوس وزوارق أخرى ترسو حاليا في مالطا. إيطاليا التي ترى أنها تركت وحيدة في مواجهة مشكلة الهجرة تدعو منذ سنوات شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدة لها لمواجهة التدفق الكبير للمهاجرين السريين من إفريقيا الذين فاق عددهم 700 ألف شخص عبروا البحر المتوسط إلى أراضيها منذ 2013. في حصيلة جديدة لحوادث السير، لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 2003 آخرون في 1440 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 غشت. وعزى بلاغ لمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم احترام قانون السير. ولتحسين مؤشرات السلامة الطرقية بإقليم قلعة سراغنة، تتم عملية تعزيز علامات التشوير بالموازاة مع توسيع الطريق الوطنية رقم 8. روبورتاج وصل إمغري وعمر جليدي. تتوسع وتقوية الطريق الوطني رقم 8 من النقطة الكيلومترية 273 إلى النقطة الكيلومترية 303 لإقليمي أرحمنا وقلعة سراغنة. ولهذا عملت المديرية على تعزيز التشوير الطرقي ووضع علامة تحديد السرعة مع تكثيف المراقبة الطرقية بتعاون مع عناصر الدرك الملكي، بالإضافة أنه حاليا نقوم بإنجاز أشغال توسيع وطريق أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية. كاين مجهود الحمد لله، دابا كانت محفرة كان مقطعة، مرة كيكون حوادث. ايوا الحمد لله دابا الامور مزيانه. الحمد لله ملي لقيناهم كيصاوبوا، لان كانت ما مزياناش، وكنتمنوا هاد التهيئ يكون يشملها كامله في الطول. يعني الحمد لله راه بدات هاد الترونسو اللي تصاوب راه واسع ومزيان. كما تم انجاز قنطره على واد كينو يبلغ طولها 88 مترا بكلفه تناهز 35 مليون درهم، حيث بلغت نسبه تقدم الاشغال 80%. تعتبر هذه القنطرة الجديدة حلا للانقطاع الذي تعرفه هذه الطريق عند التساقطات المطرية الغزيرة، والتي تشكل خطرا على مستعملي الطريق ونظرا لحجم حركة السير الكثيف بهذه الطريق. مقطع
طرقي يعرف حركة السير كثيفة على طول السنة يعتبر من النقاط السوداء نظرا لحوادث السير المسجلة به، مما وجب تدخل السريع للمديرية الإقليمية لتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لتحسين السلامة الطرقية. يزخر إقليم ورزازات بالعديد من المآثر التاريخية في مقدمتها القصور والقصبات، إرث ثقافي تحدى عوامل الطبيعة والزمن ليختزل بداخله عبق التاريخ، معالم تتطلب صيانة وتأهيلا متواصلا، كما نتابع في روبورتاج عبد الحميد جبران وفؤاد الحرش. قصر أيت بالحد ضواحي مدينة ورزازات رغم عوامل الزمن لا زال منذ القرن الحادي عشر شامخا شاهدا على غنى تاريخ المنطقة وإرثها الثقافي. إلى هذا الموقع يحج آلاف السياح المغاربة والأجانب فينبهرون بجماله وهندسته. Today we are visiting this hill. اليوم قمت بزيارة القصبة وأعجبت كثيرا بالألوان والمناظر وحفوة الاستقبال والأنشطة التجارية، حيث تنوع المنتجات المعروضة للبيع من زرابي وتحف فنية محلية. حقا الكل هنا رائع، المكان، الطقس، الناس، الطبخ والمناظر الخلابة من أعلى القصبة، حيث تتراءى فضاءات تصوير أفلام دولية كلعبة العروش وفيلم المصارع. Shootings I heard about the Game of Thrones, the Gladiator, of course. C'est la première fois que nous venons à Ouarzazate. سمعت كثيرا عن هذا الموقع الأثري فحرصت ألا أفوت الفرصة لزيارته. لاحظت أن هناك أشغال صيانة وتأهيل لضمان استمراريته في حالة جيدة. هنا تستوقفك أشغال ترميم جنبات القصر لحمايته من التداعي، والاعتماد على وسائل طبيعية مهم للمحافظة على أصالة الموقع وتصميمه الأصلي. نخدمو غير بالمواد ديال لا ريجون وتنحاولو نخدمو باسميتو لي فوتو القدام باش نحافظو على الهندسة المعمارية ديال القصر، تنحاولو نخدمو كيف ما كان من قبل باش ما نفوتوش شي حاجة ديال الهندسة ديالو وفي الشكل ديالو والزواقات ديالو باعتباره معلمة تاريخية فايت من حدو. إصلاحات يتمنها أهل المنطقة ويرون فيها حفاظا على هوية المكان. الحمد لله ولات القضية تحسنات شوية، الدنيا تنقات وهذا، وتاع الناس اللي خدموا هذه الخدمة هذه برافو لهم. ولات القصبة بانت بالرغم من دوك اش نقول لك الفيضانات اللي عرفتها 2014 2015. لما كانش الترميم راه ما كاين والو، مع السنوات بحال شفنا الامطار اللي دازت في 2014 راه دارت كارثة. راه كانت واحد الوقت هنا تدار البارير في الدخلة، علاش يدونجرو على الناس الزوار اللي تيجيو للقصبة. ودابا فاش كان الترميم راه الحمد لله تحسنات، حتى فاش تكون الشتاء يمكن لك تمشي دير لا فيزيت ما كاين حتى مشكل. مصنف كتراث عالمي للإنسانية من طرف اليونسكو منذ 1987، وكان مسرحا لتصوير العديد من الأفلام السينمائية العالمية. قصر أيت بالحد كنز تاريخي وثقافي وجب الحفاظ عليه وتثمينه، شأنه شأن باقي قصور وقصبات الجنوب المغربي. في المجال الرياضي، نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشراكة مع الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين بالدار البيضاء ليلة النجوم، والتي تميزت بتكريم اللاعبين والمدربين الذين تميزوا خلال الموسم الكروي الماضي. محمد أمين نوري. ليلة النجوم هي ليلة اعتراف وامتنان وربط الحاضر بالماضي، فيها التكريم يصبح إلهاما للاعب الواعد، محفزا لحلم ليس إلا في بدايته، واعتراف بجميل من صنعوا إنجازات من زمن العطاء الغابر. جواد الزايري أحد لاعبي المنتخب الذي وصل إلى نهائي كأس إفريقيا تونس 2004، فنان صنع الفرجة يكرم في هذه الليلة. جمال السلامي رمز للإطار الوطني المتألق الذي حاز رفقة المنتخب المحلي لقب الشان، فاستحق الاعتراف والامتنان، وقد أشار إلى زملائه بأن التكريم ليس لشخصه بل للإطار الوطني الكفء. أن تسجل 33 هدفا رفقة ناديك، ذاك رقم ارتبط بغزلان شباك هدفة القسم الوطني الأول النسوي وهي لاعبة الجيش الملكي.
إدريس المرابط مدرب اتحاد طنجة الذي قاد فريقه للتتويج بأول لقب في تاريخ النادي استحق أن يعتلي منزلة التكريم. وكذلك كان حال عزيز كركاش الذي اعتلى بمولودية وجدة لقسم الأضواء كما صنع سعيد الصديقي في إنجاز غير مسبوق ليوسفية برشيد. حسنية أكادير ذلك النادي العتيد كرم في شخص حارسه المتألق عبد الرحمن الحواصلي كأفضل حارس في الدوري الاحترافي. محمود بن حليب لاعب الرجاء البيضاوي حاز صفة أحسن لاعب واعد في البطولة، فيما محسن ياجور بأهدافه 17 استحق أفضل هداف من دون منازع، فيما فاز أحمد حمودان لاعب فريق اتحاد طنجة بلقب أفضل لاعب في الموسم الماضي. ليلة النجوم احتفت بالشباب وبمن شاب وهو يصنع إنجازات كرة القدم الوطنية وبمن خلد في الذاكرة الرياضية للأبد، إنه شيء من ثقافة الاعتراف التي تصنع المستقبل. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، تذكير بأبرز ما جاء فيها. الذكرى 39 لاسترجاع إقليم وادي الذهب محطة تاريخية وضاء في مسيرة استكمال الوحدة الترابية ومناسبة للوقوف على الإنجازات والأوراش التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. بعد اقتراب عيد الأضحى ترقيم الأغنام وتتبع مسارها إجراءات من بين أخرى تهدف إلى ضمان عرض جيد حماية للمستهلك، والرفورتاج كان من إقليم قلعة سراقة. القصور والقصبات إرث ثقافي وتاريخي يتطلب الكثير من جهود التأهيل والصيانة للمحافظة عليه، والروبورتاج تابعناه من قصر أيت حدو بورزاز. ليلة النجوم احتفاء بالمتألقين خلال الموسم الكروي المنصرم وترسيخ لثقافة الاعتراف بنجاحات المتميزين. سعداء بالتواصل معكم وألقاكم غدا بإذن الله.